أطلقت مؤسسة الوليد الإنسانية برنامج الحرفيات بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بهدف مواصلة الحفاظ على الثقافة والفنون السعودية وتمكين الحرفيات بالأدوات والموارد للحفاظ على التراث والثقافة والفنون السعودية لأجيال قادمة. اليوم نستضيف فنانتين التحقوا في هذا البرنامج، سامية هوساوي حرفية في ورشة الجلد بمؤسسة الوليد، وربا أربيش حرفية في ورشة السيراميك. أهلا وسهلا فيكم بنات. أهلا فيك. خليني أسألكم بداية، كلموني شوي عن التحاقكم بهذا الهواية أو بهذا البرنامج عفوا. أولا الله يعطيكم العافية وما قصرتوا على استضافتنا. أنا الحرفية من ورشة الجلد سامي إبراهيم هوساوي. طبعا تعرفت على الوليدة الإنسانية سابقا التحقت بورشة في جامعة الملك سعود في ترميم وتنجيد الأثاث المستعمل، وكانت مدتها تقريبا ترم كامل اللي هي 3 أشهر، والحمد لله يعني أنجزنا، وكانت يعني تجربة جدا رائعة لنا. بعد كذا تحولنا من تنجيد الأثاث، انتقلنا إلى المرحلة الثانية اللي هي الجلود في صناعة في تقديم الجلد من مرحلة الدباغة، خروج الجلد من سلخ الجلد من الخروف أو الحيوان اللي بنسلخ جلده إلى إخراج المنتج. المراحل وطريقة إعداد المنتج. الآن إحنا في ورشة الجلد قائمين الآن في هذا، بنشتغل على الهاند ميد، فنتعلم المراحل الأساسية والمراحل الفنية في طريقة استخراج الجلد بالطريقة المطلوبة. أكيد إحنا الحين قاعدين نشوف صور. طيب وربا كلمينا شوي. يعني صراحة أنا أكون صادقة معاكم، ما كنت عارفة عن البرنامج يعني أبدا. كنت وقتها موظفة في واحد من مراكز الفنون. فواحد من الأيام جاني اتصال من واحدة من دكتوراتي في الجامعة. أنا كان أصلاً تخصصي التربية الفنية، وكانت دكتورتي هذه هي اللي قدمت لي مادة الخزف، وعارفة أني كان عندي شغف كبير في المجال هذا، وعارفة أني أصلاً كنت أدور عليها من أول. فاتصلت علي قالت روباتر في برنامج كذا كذا وعندهم مقاعد متاحة ويبحثون عن بنات، تبين؟ قلت لها ابشري، من الحين أقدم استقالتي وأجيكم. حلو. وعلى طول يعني الحمد لله وتسهلت الامور، وابد من اسبوع على طول بديت اباشر. ما شاء الله عليك. يعني انت مدربه ولا حرفيه بتدربين؟ لا حرفيه حرفيه الحين. حرفيه إيه؟ يعني نبغى نتكلم قد ايش هذه المؤسسه وهذا البرنامج ساعدكم في تنميه هذه الموهبه وصقلها، واليوم انه ممكن يستفاد منها في اشياء كثير، يعني في الفنون، في المحافظه على التراث وثقافتنا. فكلمينا عن تجربتك انت يا ساميه. بالنسبة لي أنا كتجربة يعني الحمد لله الورش ساهمت بحد كبير جدا في تنمية المهارة، العصف الذهني، مشاركة الأخوات المتدربات الآراء في إعداد المنتج، أحيانا طلع المنتج بعدة طرق بعدة ألوان، يعني في صقل المهارة بالذات في من ناحية القص، من ناحية نظافة المنتج، الجودة العالية. الجودة العالية يعني هذه من الأشياء اللي أنا اكتسبتها صراحة من الورشة. ممتاز. وأنت يا روبا كيف استفدتي من هذه الورشة؟ إضافة على اللي قالت أختي سامية، زيادة على يعني الإتقان بالعمل وكله، الاهتمام بالزخارف الشعبية. بالضبط. يعني أنا كنت في البداية من أول ما كنت أعرف ليش يعني الدولة كانت مرة مهتمة، يعني أوكي هم يطلبون منا نسوي خلاص نسوي، بس ما كنت لسه مو مستوعبة وش ليش الاهتمام هذا الكبير. لكن مع الوقت وبعد ما قاعدة أشوف العائد على المشروع، ويعني هو شوي شوي تبدين تتثقفين في الموضوع، هم يعني على شوي شوي علمونا يعني الأهمية. بالضبط. يعني على التراث وعلى كثير. الهوية وعلى ثقافتنا على تاريخنا. أيوة. هذا الشيء ترى انتوا اللي بتسووه ترى جدا جدا صعب ومهم في نفس الوقت، انه يكون عندنا حرفيات سعوديات يحافظنا على التراث السعودي، وبل يسقلوه بطريقة
خلينا نقول ذا جودة عالية ويقدم للناس بجودة جدا عالية، لأنه العالم كله بيشوفوا هذا، فمن خلالكم أنتوا بتحافظوا على هذا التراث وبتوروه للناس أيضا. بالضبط. صح. صحيح. طيب ربا، لو بسألك كيف تشوفين تجربتك بالمشاركة في ورش العمل هذه؟ إذا ممكن يعني شوي تكونين دقيقة في السؤال أكثر. كيف تشوفين تجربتك أنت لما شاركتي بهذا العمل، كيف تجربتك، كيف توصفينها؟ صراحة أكثر من رائع، لأن كل شيء كنت أبحث عنها يعني الحمد لله، يعني كل يوم أشكر ربي على النعمة اللي أنا حصلتها. كل شيء حصلته، يعني خاصة أنا مثلا كنت من زمان أبحث عن أحد يدربني على العجلة، العجلة الخزف اللي تصنعي منها الأواني، فكل دورة أشترك فيها لا ما يكون عندهم العجلة، ما في أحد يدربها، لكن الحمد لله من التحقت عليه في البرنامج هذا يعني الحمد لله تعلمت عليها وحتى أتقنتها. أتقنتيها بالطريقة الصحيحة يعني، بالعكس أنا شايفه ما شاء الله يا بختكم يعني صراحة، وجميل ما تقدم الوليدة الإنسانية للمحافظة على الحرف اليدوية، لأنه معروف على مستوى العالم الحرف اليدوية أو المصنوعات اليدوية ترى من أغلى الأشياء التي تباع، وهي اللي تعبر عن ثقافة المجتمع وعن هوية هذا المجتمع، ومن خلالكم بنحافظ عليه. سامية، يعني لما نتكلم عن صناعة الجلود اليوم، لما يكون عندنا صناعة جلود سعودية 100%، وأنتوا أصلا بتتعلموا زي ما قلت جميع المراحل من مرحلة السلخ إلى مرحلة الظهور بهذه المنتجات ذات الجودة العالية، هل كنت تتوقع في يوم من الأيام أنك ممكن تصل لهذا المستوى؟ هل ممكن هذه المنتجات اليوم تصبح هي واجهة في المحلات في المطارات بأيدي فتيات سعوديات ذات جودة عالية تروج أيضا للعالمية؟ بالطبع. يعني أنا عندي طموح أنه نوصل، يعني تكون عندنا تجارة عالمية بأيدي حرفيات سعوديات. سعوديات. نعم. وإحنا بإذن الله حنقدم الأفضل في هذا المجال بإذن الله تعالى. ما شاء الله. نعم. سامية، من هو قدوتك لما يتعلق الأمر بالحرف اليدوية؟ والله قدوتي والدي، لأنه أصلاً هو أصلاً كان يشتغل في الجلد. بس أبويا كان يشتغل في مجال الجلد الصناعي، كان يجلد مصاحف، يجلد كتب، يصلح بوكسات، يصلح براويز وزي كذا. بس أنا مجالي الآن يعني شوية ارتفع الليفل شوية، فصرت الآن أنا أشتغل على الجلد الطبيعي 100%. طيب ربا، وأنت من قدوتك لما نقول قدوتك؟ صراحة يعني ما عندي شخص معين كقدوة، يعني الحمد لله عائلتي من ناحية أبوي ما شاء الله كثير فيهم فنانين بمجالات مختلفة، فصاير يعني العرق دساس على قولتهم، وكثرة الاطلاع على فنانين مختلفين صراحة. فيعني الحمد لله ما في شخص معين، قاعدة استلهم من كل شخص. ما شاء الله عليك ربا وسامية، يعني صراحة جدا انبسطنا بوجودكم معنا، وانتم اليوم لكم دور مهم وعظيم في المجتمع في هذه الحرفة، في الحفاظ على تراثنا وثقافتنا ونقلها للخارج بشكل يليق بها. شكرا لوجودكم معنا، وشكرا لامتهانكن هذه الحرفة اليدوية الجميلة والمميزة. الله يسعدك. بس إضافة أخيرة، الله يسعدك، باسمي وباسم جميع المتدربات في الورش، نشكر صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد على جهودها وكل من ساهم في إيصالنا لهذه المرحلة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. مشاهدينا، فاصل قصير وراجعين.